يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وحار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء ومعتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. وهذه مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية.